أخبار اليوم. المركزية للمصر عندنا أربع دورات، كل مجاورة فيها نضيف خدمات مركزية للتقديم، اثنين محافظات مجاورة بلاية جامع حضانة مرة القطاع الأول. القطاع الرابع عبارة عن محلات تجارية وجامع. الجامع في النص اللي هو القطاع الثالث، القطاع الثاني والقطاع الثالث عبارة عن مسجد وحضانة. كويس، مسجد وحضانة بالإضافة لمحلات ولا من غير محلات؟ لا، من غير محلات. غير محلات بالإضافة برضو لمباني الخدمات عندنا استقرارية. طب تاني أنا شايف دي فيها مسجد وفيها محلات. تمام سيدي، في القطاع الأول. القطاع الأول اللي فيه المحلات والمسجد. تمام سيدي. الثاني ولا الرابع اللي فيه؟ الثاني والثالث حضانات. حضانات فقط. تمام سيدي. حضانة ومسجد. حضانة ومسجد. حضانة ومسجد. لا ده داخل على البحر، ده اللي خارج. انا لسه مخصصتش. الهيئة الأمنية هي اللي هتنفذ المدارس، وزارة الصحة هي اللي هتنفذ. لا، مفروض مجمع المدارس الجديدة. حاضر تمام، يعني احنا مدارس التلوة كامل هنتصف مع الهيئة الأمنية التعليمية لاستلام المدارس التجريبية والمدارس العادية، استلم المواقع ونشتغل. تمام. المدارس اليابانية احنا اللي هنعملها. وعلى فكرة في جوه خدمات مدارس برضه. يعني انا يهمني ايه يا باشمهندس؟ لكن دي المدارس اللي بره دي احنا مش مسلمينها لكم، دي اللي هنديها لكم جديده اللي هي 10 مدارس تكون اقرب ما يكون للعمارات اللي خلصت منها، عشان اللي هي جوش كلها هي مدرسه قريبه منه. هو حضرتك في المدخل مباشره، مش 36 متر، ده هنسلمكم 10000 متر تانيين غير ال 90 خدان وغير ال 82. فين بقى اللاي اوت الكبير اللي بيقول المنطقه الجديده فين؟ كامل كامل يا شحات، عشان اقول لك الكلام ده 50 مره. تكملت عرموس وقفت على فصل الايه؟ استفيدوا من بعض، ما بقاش حاجه غامقه وحاجه فاتحه وحاجه أبنى. شايف اللي شايف اللحام عامل ازاي؟ ده هيبقى احسن ان شاء الله. ده هيبقى احسن. مارينا يا فندم عليكم. ما ينفعش يا عم فتاح. ايوه السلام عليكم. البرنامج ده خلاص امتى؟ لسه جاي اهو. لا حتى مش هتجي الدولة. استنى بس. هتخش معاه، هنبعت لك علاء زكي. مساعد مساعد المدير التنفيذي. معاه قائد قطاع يقعد معاك. كويس؟ احصروا لي الاعمال المتبقية، لان هو اختلاف على مشروع كان شغال. احصروا الاعمال المتبقية بالظبط. وتيجي تقول لي مع علاء ومع كرم انا الاسعار بتاعتي فن مليون. ودي الاسعار اللي هعملها عشان تبقى